أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل يحيى محمد يقول: هل يجوز الكلام أثناء خطبة العيد؟ نعم، يجوز الكلام أثناء خطبة العيد لأنه لا يجب حضورها، يجوز الإنسان ينصرف وإذا وله أن يتكلم لا يحرم عليه ذلك، ولكن الأفضل أن ينصت ويستفيد. إذا بقي ولم يخرج فالأفضل له أن ينصت ويستفيد ولا ينشغل بالكلام. نعم.